مع الأول خليفة القصير والمركز الثالث كان من نصيب البني لسمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعود مكتوم مع حسين بن أحمد بن خريدة. أحييكم مشاهدينا الكرام من خلال لقاء المساء وختام هذه الفترة المسائية الذي سعدنا من خلالها بوجودكم ومتابعتكم لهذه الانطلاقات وهذه التحديات. هجن أصحاب السمو الشيوخ في المساء ولكن ختامها بشوط الزمول المهجنات الأصايل، أسماء كبيرة وأسماء مشاركة في هذا الشوط، يصل تعدادها إلى 28 من الزمول المهجنات الأصايل. التوفيق نتمنى لكل الأخوة المشاركين، لكل المتابعين والأخوة المضمرين في هذه الأمسية والصدارة والبداية. شاهين في مقدمة الشوط لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم المضمر والمتابع سعيد بن عبيد الحميري هو من يشق الطريق إلى بداية المشوار. أما المركز الثاني فهناك شعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم يأتينا مليح على هذا الموقع، راشد بن سعيد بالغافرية في التضمير. ننتقل مباشر إلى المركز الثالث وهنا الغزال لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وسعيد بن عبيد الحميري في تضميره. أما المركز الرابع فيصلنا مشاهدينا الأعزاء مشاغب لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم يضمره عامر بن حمود بن دعفوس المنصوري، احتل المركز الرابع. نقلتنا مباشرة إلى خامس المراكز، نشوف خامس إذن المركز الخامس لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم المضمر عمر بن مطر بن لاحج الهاجر يأتي نجد على المركز الخامس والمركز السادس. مشاهدينا الكرام نشوف المركز السادس، نقله إلى المركز السادس وإلى وجود صغان اسمه الشيخ أحمد بن مكتوم بن جمعة المكتوم أيضا مره سلطان بن سيف المقبالي خذ المركز السادس في هذه الأثناء. بينما المركز السابع يأتي شاهين اسمه الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم المضمر والمتابع سيف بن أحمد بن خريدة. المركز الثامن نتابع مع حضراتكم مشاهدينا الاعزاء في هذه اللحظات ياتينا مليح لسمو الشيخ عبد العزيز بن سعيد النعيمي ضمر سرور بن محمد المطروشي ياتي في المركز التاسع هنا انتقاله الى نجد لسمو الشيخ احمد بن محمد بن رايد المكتوم. والمركز العاشر كذلك بديع ولنفس المالك والمضمر راشد بن سالم بن بخيت. هذه الاسماء الاولى من خلال هذه اللحظات مشاهدينا الكرام. نعود إذن بحضراتكم مشاهدينا الكرام وخلال هذه اللحظات والعودة إلى الصدارة والبداية من البداية. هناك على القمة يأتينا من خلال اللحظة شاهين لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راجد بن سعيد المكتوم أيضا من سعيد بن عبيد الحميري على قمة الشوط. النقلة اللي في المركز الثاني ننتقل لمليح لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم المضمر راشد بن سعيد بالغافرية يحتل هذا الموقع. بينما المركز الثالث يصل الغزال لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم وسعيد بن عبيد الحميري وأكثر من عتاد وأكثر من مطية في هذا الشوط. نشوف المركز الرابع، شوف المركز الرابع ويصل نجد لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم رابعا يضمره عمر بن مطر بن لاحج الهاجري احد الشباب القادمين الى هذا التضمير. المركز الخامس اقله الى المركز الخامس وهنا بالمركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وعامر بن حمود بن دعفوس المنصوري الذي قدم شاغب على المركز الخامس. سادس المراكز صوغان لسمو الشيخ احمد بن مكتوم بن جمعه المكتوب سلطان بن سيف المقبالي. المركز السابع لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم وراشد
راشد بن سالم بن بخيت الاجتبي في تضمير نجد على المركز السابع. مشاهدي الاعزاء المركز الثامن يصل العابر اسمه الشيخ راشد اسمه الشيخ سعيد بن محمد اسمه الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم المضمر سعيد بن محمد بن حزيم. والمركز التاسع لاسمه الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوب المضمر سيف بن احمد بن خريده اسمه مليح. والمركز العاجر يصل مليح لاسمه الشيخ عبد العزيز بن سعيد النعيمي. والمطروشي متواجد سرور، الله كن مسرورا يا سرور، خذ المركز العاشر الان. هذه النتيجه في المراكز العشره الاولى المتقدمه من هذا الشوط والمتابعه في تحديات هذه اللحظة الختامية لهذا السباق المسائي. عودة إلى صدارة الشوط والمركز الأول هناك على مقدمة على المقدمة المركز الأول. المركز الثاني الغزال وشاهين، شاهين والغزال مشاهدينا الكرام. الملكية لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم المضمر سعيد بن عبيد الحميري. يا سلام لما من الزمول المهجنات الأصايل في هذا الموسم، ونحن كأن في ختامي لكن نحن في بداية المشوار، بداية الموسم يا مشاهدين يا متابعين. وثمانية وعشرين من الزمول المهجنات الأصايل تتنافس، العشرة منهن على الأرقام، ولكن المركز الأول المميز والمطلوب والمرغوب. العودة إلى المركز الثالث هناك مشاغم لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عامر بن حمود بن دعفوس المنصوري. المركز الخامس وصل مليح لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. في المركز الرابع يضمره راشد بن سعيد بالغافرية. والمركز الخامس أول ندى لشداد اسمه الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم المضمر سعيد بن سالم اللي نبي خذ المركز الآن الرابع في هذه اللحظة. هذه الأسماء. المركز السادس من الجانب الآخر هناك جبر لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم ومحمد بن عبد الله بن حميدان. هل يختتم هذا سباق المساء مع هذا البعير؟ ولكن نشوف. تابع المركز السابع، تقدم المركز السابع نشوان لسمو الشيخ راشد بن احمد بن مكتوم المكتوم وحميد بن بدر العليلي في تضميره. المركز العاشر وين؟ ما بين يختلط حابله بنابله هذا الشوط. المركز العاشر عموما على كل حال لسمو الشيخ عبد الرحمن المعلى المضمر علي بن سعيد الخاطري. ياتي صوغان في المركز العاشر. هذه الاسماء الاولى، هذه الاسماء. ولكن مشاهدينا الاعزاء نحن في الخط المستقيم، نحن في الخط المستقيم الى خط النهايه. 1500 متر 1500. يلا حرك اللي بتحرك، تنبه اللي بتنبه. ولكن اشوف الامور هناك على خطر المقدمه، المقدمه التي تحمل اكثر من سته او ثمانيه من الزمول والصداره. يا سلام، الله الله الله. يلي نبي مع شداد، شداد في المركز الاول لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوب المضمر سعيد بن سالف. اللي نبي يحتل صداره الشوط والمقدمه. بينما المركز الثاني مشاغب لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوب وعامر بن حمود بن دعفوز المنصوري. يا سلام، ولكن اشوف تسلل، تسلل قوي من خلال هذه اللحظات ووجود يا سلام صوغان لسمو الشيخ عبد الرحمن بن محمد المعلى والمضمر علي بن سعيد الخاطري. خذ المركز الثالث. بينما نجد في المركز الرابع لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوب المضمر عمر بن لاحد الهاجري. هذه الاسماء، هذه الاسماء مشاهدينا الاعزاء. الله 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 الله. يا شوط الزمول، يا شوط الزمول، شوقني وهدير الزمول، هدير الزمول. شوفوا 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 المقدمه والصداره من شداد والركض في شده. يا لينيبي شداد لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوب والمضمر سعيد بن سالم لنيبي. لكن اشوف الراقي، اشوف راقي المضمرين بدا ينتزع المركز الاول. بدا السباق، بدا السباق بالفوز والناموس بعذاب. يختم السباق مع من؟ مع جبر، مع جبر لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوب. الان عاد الى صداره الشوط، يضمره ويتابعه محمد بن عبد الله بن حميدان. الله الله الله. شداد يحاول. اللحظات الاخيره، اللحظات الاخيره، قربوني يا اخوان. شوف 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 حماس، حماس. الله، يا الشاشه، الشاشه مليئه. خمسه، خمسه على الشاشه، خمسه على الشاشه. وابو سالم حاير، ابو سالم حاير، وابو عدنان، ابو عدنان. ولكن الصداره حراس. غير جبر، غير جبر اللحظات الاخيره اسمه الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم. تهانينا على هذا الفوز، وتهانينا مضمر محمد بن عبد الله بن حميدان. بدا السباق ونهاه، بداه مع عذاب ولكن نهاه مع جبر. جبر الخواص
المطر يا بن حميدان. تهاني لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن رايدان المكتوم على هذا الفوز. المركز الثاني مشاغب لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايدان المكتوم. المركز الثالث لسيدي صاحب اسمه الشيخ محمد بن رايدان المكتوم. المركز الرابع صوغان لسمو الشيخ عبد الرحمن بن محمد المعلى. والمركز الخامس لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم. هكذا اذا مشاهدينا الكرام نتيجتنا لمراكزنا الاولى المتقدمه في هذا الشوط. عوده للتوقيت الزمني ولحظات وصول جبر الى خط النهايه، قاطع مسافه 10 دقائق 3 ثواني 9 اجزاء من الثاني. تهانينا والناموس لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن رايد المكتوم، مضمر محمد بن عبد الله بن حميدان، مشاغب لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، اتى ثانيا ب 10 دقائق 4 ثواني 7 اجزاء من الثاني. تهانينا مضمر عامر بن حمود بن دعبوس المنصوري، نجد في المركز الثالث لسيدي صاحب اسمه الشيخ محمد بن رايد المكتوم، قاطع مسافة 10 دقائق 5 ثواني 9 اجزاء من الثانية. مشاهدينا الكرام تهانينا مضمر عمر بن لاحج الهاجري. هكذا كانت نتيجة الختام.